نحو 5 ملايين ناخب تونسي كانوا على موعد في الانتخابات التشريعية. جل مراكز الاقتراع بدأت منذ الدقائق الأولى في استقبال المقترعين. حماسة كبيرة ومشهد ديمقراطي لافت جعل من تونس محط أنظار العالم في انتخابها لأول برلمان بعد الثورة. على كل إن شاء الله اللي باش ننتخبوهم يكونوا في مستوى ثقتنا ويحققوا طموحات الشعب العربي في تونس بصفة عامة، وإن شاء الله ربي يهدي تونس للخير الكل. قبل كان الضغط، توا اللي حرية تختار اللي تحب عليه. فرحانين شوف أنا بكبري هذا ووقتي جاي ومانا ووصلت والحمد لله وعملت كل شيء وعملت الواجب وهنيت ضميري. أنا واحد من الناس كنت واثق أنه التونسي اليوم باش يجي وباش يجي كما ريت بكثافة باش يمارس الحق نتاعو بيان سور وباش كيف كيف وميم طون زاد يأدي واجبه أونفير تونس. حضور أمني كثيف واستثنائي لتأمين المراكز ومراقبة لسير عملية الاقتراع من قبل آلاف المراقبين والملاحظين. نسوة شباب كبار صغار غصت بهم الصفوف وطوابير الانتظار. خارج المركز تشوف الوضع الأمني مستتب باهي مع التركيز الأمني يعطيهم الصحة جيد. الصف كما تشوفوا القبائل التونسيين الحمد لله جايين في الموعد، وهنا يعطيهم الصحة عوان الاقتراع مع قايمين بالواجب. يظهر لي الأمر ماشي الحمد لله كما يلزم. فما بعض نقص في بخص الأعوان والعون المكلف بالتنظيم الصف وتوجيه الناخبين في الزوز مكاتب واللي من المفروض يكون ناقص، لكن في العموم وفي المجمع السير عادي وممتاز. بعض الإخلالات التنظيمية عايشها الناخبون، عدا ذلك بدت عمليات الاقتراع محكمة إجمالا مع تسجيل تجاوزات تمثلت في سعي بعض الأحزاب والقائمات التأثير على الناخبين. بكثافة وتحد كبيرين بدأ التونسيون منذ ساعات الصباح الأولى بالإقبال على مكاتب الاقتراع، وفي الذهن مقولتهم الشهيرة: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. من أحد مراكز الاقتراع، فاتح الفلحي، قناة ميديان تي في، تونس.